على بركة الله مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، هكذا تتواصل الانطلاقات والتحديات تستمر. نسير مع شوطنا الرابع عشر في المجموع، والشوط الرابع عشر مخصص للقعدان. على البركة نسير مع البداية، ونسير مع معزم عوض بن سعيد بن عبيد المري الاختبي من يقدم لنا معزم، وكذلك الوصول من اللي واصل من متعب، واصل حمد بن خويتم بن مخيط العامري من يقدم متعب على البداية والمقدمة، وكذلك ونعم في ثاني المراكز أحمد بن غريب بن رضا بن علي العامري من يقدم لنا كذلك ونعم في ثاني المراكز. ثالث المراكز الوصول من مياس حمد بن مطر بن محمد النيادي من يقدم لنا مياس، كذلك الوصول من قبل مصفوط حمد بن سالم بن علي العرياني من يقدم مصفوط في ثالث المراكز، وكذلك اللي واصل من يقدم لنا هذا الحضور اللي وصل فيه مصفوط كذلك، وتابع اللي واصل سكر أحمد بن محمد بن سالم المالكي. هكذا مشاهدين الأعزاء، هكذا أيها الحفل الكريم أعلن النداء الأول للمشاركين، ونعود مع البداية والمقدمة. لا زالت مصفوط على البداية، غير على الانطلاق الأول حمد بن سالم بن علي العرياني من يسيطر على بداية هذا الشوط، من يقدم لنا مصفوط على الانطلاق الأول، وكذلك الوصول من قبل الواضح السهيل بن عبيد بن محمد بن عبيد العامري من يقدم لنا الواضح، وغير سكر غير على البداية، سكر من غير على الانطلاق الأول راح على البداية والمقدمة، من يقدم كذلك أحمد بن محمد بن سالم المالكي، تابع الكاسر حمدان بن حسين بن مفرح بن تويم الأحبابي بن مفرح الاحبابي من يقدم لنا الكاسر، غير على البداية والمقدمة، غير على بداية هذا الشوط الكاسر على بداية هذا المسار على الانطلاق الاول، وسكر في ثاني المراكز، ثالث المراكز كذلك الوصول من قبل الواضح السهيل بن عبيد بن محمد بن عبيد العامري من يقدم الواضح، ولكن نعود مع الكاسر حمدان بن حسين بن مفرح من يقدم لنا الكاسر الأحبابي، راح على بداية هذا المسار، سكر في ثاني المراكز، وكذلك الوصول مياس حمد بن مطر بن محمد النيادي، ولكن راح الكاسر بسم الله على هذا العرض ليقدمه الكاسر حمدان بن حسين بن مفرح الأحبابي، من يقدم الكاسر على البداية، وكذلك ولكن خلاص راح الأحبابي على الانطلاق الأول. تهانينا والناموس على هذا الفوز ليقدم الكاسر في هذا الشوط، الكاسر حمدان بن حسين بن مفرح الأحبابي. ثاني المراكز وصل من يحمل رقم 5 كذلك شاهين محمد بن العبد بن محمد الوهيبي، ثالث المراكز
وصل مياس حمد بن مطر بن محمد النيادي وثالث لحولها للجنة التكريم. تهانينا والناموس على هذا الفوز. التوقيت الزمني 4 دقائق و42 ثانية.